تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا مرحبا احبائي احبائي عمو يزيد راهو فرحان بزاف اللي راكم معاه هنا وانتم راكم فرحانين برافو برافو الله يبارك تعالي بنتي روحي الشابه روحي روحي بنتي تعالي تعالي روحي الشابه دوري الاطفال واسمك بنتي مرام مرام وين تسكني مرام سيدي عمر سيدي عمر الله يبارك شحال في عمرك بنتي سبعة ايام سبع سنوات سبع سنوات الله يبارك شاطرة في الدراسة برافو برافو بنتي برافو برافو تفضلي تفضلي تعالي بنتي اروحي اروحي الشابة اروحي اروحي واسمك بنتي مالك بنيتو مالك بنيتو الله يبارك شحال في عمرك بنتي تسع سنوات شاطرة في الدراسة وين تسكني باب الواد في باب الواد الحي العتيق والعريق برافو 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 تعالي بنتي اروحي عرفينا بنفسك تعالي تعالي بنتي انتي تعالي اروحي تعالي بنتي اروحي الشابة بنتي واسمك الشاطرة إيمان شحال في عمرك إيمان 10 سنوات شاطرة في الدراسة الله يبارك وين تسكني بنتي في سيدي موسى سيدي موسى الجميلة في لاحية والخضر والفواكه سلمي عليهم كامل بنتي يلا سلمي عليهم بنتي برافو 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 إذن أحبائي أصدقائنا لهم حاضرين هنايا شاركوا للحضور عبر موقع الانترنت عمويزيد.com وانتم إذا حبيتوا تحضروا كما أصدقائنا اليوم هنا ما عليكم إلا توجهوا لموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور في حصة مع عمو يزيد عليكم بشوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستضيفكم كامل 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 واش رأيكم أحبائي العديد من أصدقائنا يرسلونا بالبريد عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات وشكون اللي جبنا البريد ساعي البريد استقبلوا معايا ساعي البريد تفضل جليلو مرحبا واش راك جليلو لاباس نطبق لي اليوم ثاني الله يبارك الله يبارك واش جبت لنا جليلو بريد الاطفال بريد الاطفال كاين بزاف الله يبارك اذا جليلو ضعوا في علبه البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه لكم احبائي وانتم الى حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا في البرنامج ما عليكم الا توجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات السلام يا سيد مع السلامه يا اطفال شكرا 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 جليلو احبائي في هذه الفتره هذه يوم اول جانفي 1 يناير هو في بدايه السنه هو اليوم العالمي للسلام لا جورني مونديال دو لا بي احبائي تحبوا السلام كل الشعوب الانسان بطبيعته يحب السلام احبائي لذا ندعو دائما للسلام لا للحروب لا للخلافات احنا مع السلام لانه بالسلام ترقى الامم وتكون التنميه الدول والبلدان تنمو بالسلام احبائي بعيدا عن كل عنف بعيدا عن كل خلافات اذا نحن مع السلام احبائي يوم 6 يناير هو اليوم العالمي للمجال العام أحبائي تعرفوا المجال العام دوك نفهمكم في كل الأعمال الفنية لما واحد يكتب كتاب يألف أغنية يدير مسرحية هذه المسرحية والأغنية والكتاب وكذا يروح للمجال المحفوظ يعني تكون عنده حقوق التأليف حقوق التأليف يستفاد منها طيلة حياته وبعد وفاته بمئة سنة يقدروا ناس ولاده كولاد ولاده كامل يستفادوا من هذه كل الحقوق ولكن بعد مئة سنة من الوفاة تصبح مجال عام دومين بوبليك يعني أي واحد يقدر يستعملها
بدون ما يدفع حقوق أحبائي. إذن المجال العام والمجال المحفوظ، المجال المحفوظ لازم، لذا لازمنا لما نروحوا نشروا مثلا سيديهات ولا كتب ولا ما نشروش الصور، ما نشروش الفوتوكوبي، ما نشروش السيدي يكونوا مغرافيين، ما نشروش السيدي غرافي وكامل. القرص مرسم لازم يكون مضغوط أصلي، يكون أوريجينال. لماذا؟ باش المؤلف والكاتب وكامل يدي حقه. أحبائي يا أخي نتكل عليكم لا للتزوير. يوم 4 يناير كان يوم عالمي مهم جدا جدا جدا، هو اليوم العالمي للبراي. تعرفوا البراي؟ البراي هي اللغة التي يكتب بها ويقرأ بها المكفوفون. المكفوف يقرأ ويكتب بالبراي، لويس براي دار هذه اللغة هذه اللي يتعاملوا بها المكفوفين، يقدروا يقرأوا بها. هي عبارة عن تنقيط هكذا، داك شفتوه، يقرأوا بها ويكتبوا بها. أحبة إذن يوم 4 جانفي هو اليوم العالمي للبراي. إذن تحياتنا لكل مكفوفين، وربي إن شاء الله ينجحهم. أنا شفت كذا من مكفوفين ناجحين في الدراسة وقدروا يديروا أعمال كبيرة 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 كبيرة. نقدروا نذكروا بين المكفوفين اللي نجحوا طه حسين الكاتب، معطي بشير الله يرحمه كذلك الملحن وقائد الأوركسترا. عندنا بزاف صريحة الصغيرة الفنانة الجزائرية، عندنا بزاف الفنانين والعلماء والكتاب وكامل اللي كانوا مكفوفين ولكنهم نجحوا في حياتهم. أحبائي تحبوا الألغاز؟ اليوم عندي لكم لغز. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي له أسنان ولكنه لا يعض؟ أعيد اللغز: شيء له أسنان ولكنه لا يعض. إذا فكروا في اللغز لغاية نهاية الحصة. أنتم أصدقائنا لم يشوفوا فينا بإمكانهم الإجابة عن اللغز بالتوجه لموقع الإنترنت عمويزيد.com، بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. برافو برافو أصدقائي. إذا فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم أصدقائنا لما يشوفوا فينا في الإجابة عن اللغز. وإحنا نروحوا دركا في فقرة شخصية اليوم، نكتشفوا شخصية عبد الرحمن بن رستم مع خلود. إذا تفضلي خلود بنتي، تحية تحية لخلود. مرحبا يا أطفال. مرحبا. عبد الرحمن بن رستم. عبد الرحمن بن رستم هو مؤسس الدولة الرستمية في بلاد المغرب شمال إفريقيا، وتحديدا في المغرب الأوسط الجزائر حاليا. عاصمتها تيهرت، تسمى تيهرت حاليا. اسمه عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن سام بن كسرى من الفرسي، وهو أحد تلامذة أبو عبيدة مسلم من أبي كريمة، وإليه تنسب الدولة الرستمية. بيع له بالإمامة عام 160 هجري، وكان لهذا الإمام ابنة تسمى أروى، وقد خطبها حاكم الصفرية اليسع لابنه مدرار. وهدف هذا الإمام من هذا الزواج المذكور توحيد الصلة وتقوية العلاقات بين دولته وبين الصفرية. وكانت سيرة هذا الإمام مشهورة بالعدل والاستقامة. تأسى بالفاروق عمر بن الخطاب واختفى أثره اعتناء منه بشأن الإسلام والمسلمين، فجعل الإمام شورى بين 7 رجال ممن تفرس فيهم الصلاح وما أحرزوه من كمال الاقتدار، ومنهم ولده العلامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، وكلهم أعلام في التقوى والصلاح. وكانت خلافته 11 سنة، وكل من هؤلاء 7 كان يرفض أن يكون الأمر له، ثم استقر الأمر أن يبايع ابنه عبد الوهاب بالإمامة. وسار في الناس سيرة حسنة مثل أبيه حتى توفي عام 190 هجري. وكانت ولاية عبد الرحمن بن رستم من عام 160 هجري إلى 171 هجري، وأول من بايعه العلامة مسعود الأندلسي،
والذي كان مرشحا لهذا المنصب، فحينما سمع بذلك رفضه، ثم بايعه الحاضرون وحملوه إلى دار الإمامة في موكب حافل غصت به طرق المدينة، وهناك تمت البيعة له من قبل العامة، وفرح الناس بذلك فرحا كبيرا. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. عبد الرحمن بن رستم تنسب إليه الدولة الرستمية التي كانت عاصمتها تيهرت يعني. إذن أحبائي تاريخنا مهم أننا نعرف تاريخ الجزائر، لأن الجزائر دولة عريقة، دولة قديمة، يعني الحضارات اللي مرت على الجزائر كثيرة وكبيرة، والجزائر دولة عريقة، عريقة فيها عدة حضارات، لازم نعرف التاريخ تاعنا أحبائي. على بالكم لما نتكلموا على الانتماء، نتكلموا على البلد، نتكلموا على حبنا للوطن، دائما جيني في بالي أغنية، هذه الأغنية واسمها بلدتي أحن لك. أحبائي الإنسان لازم له الانتماء، حب الوطن، حب البلدة. شفت كي تروح مثلا تروح تسافر ولا كيفاش الحنين، تتوحش الأماكن، تتوحش الناس اللي تحبهم. إذن عمو يزيد دالكم هذه الأغنية، بلدتي أحن لك، بلدتي أشتاق لك، إن بعدت أحن لك. تغنوها معايا، يلا معايا. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، يا هنايا يا أمان في حما بلدتي. عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، يا محلى أوقاتي فيها طفولتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي. فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي. أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي، أمي تنادي لي دخولي، لا يا أمي لا تقولي، إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، ووديان أتسيل مأبهاها غابتي، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وهضاب وجبال وشعاب وتلال، وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. برافو برافو. بلدتي يا بلدتي، نحب بلدنا، كل واحد يحب
الوطن ويحب البلدة اللي تربى فيها وترعرع فيها. أحبائي الانتماء مهم جدا جدا جدا، على بالكم لو بوزوان دابارتونس، يعني احتياج الانتماء الى مجتمع ما، الى وطن، الى بلدة ما، مهم جدا جدا بالنسبة للإنسان. أحبائي يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذا اليوم جانا عمو موحى من مدينة عنابة بألعاب الخفة، إذا لنستمتع مع عمو موحى. تحية تحية تحية. إذا تحية تحية لعمو موحى اللي جانا من مدينة عنابة. تفضل تفضل عمو موحى تفضل. عمو موحى برافو برافو برافو. عجبتكم ألعاب الخفة أحبائي؟ جميلة جميلة. إذن تحيتنا لكل سكان مدينة وولاية عنابة اللي جانا أو يمثل فيهم اليوم عمو موحى لاعب الخفة. تحيتنا، نحبوكم 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 أحبائي. في كل مرة نكتشف معلومة في فقرة هل تعلم. نروحوا دركا مع بنتي دعاء العلالي نكتشف معلومة في فقرة هل تعلم؟ إذا تفضلي دعاء، تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن أكثر من 75% من البلدان العالم تقع شمال خط الاستواء؟ برافو 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 برافو. أحبائي تعرفوا خط الاستواء؟ خط الاستواء هو اللي يجي في الوسط على الكرة الأرضية الإكواتور. 75% من دول العالم موجودة شمال خط الاستواء. هذه معلومة جميلة لازم تعرفوها يا أخي أحبائي. جميل. تحبوا الحكايات؟ أنا نحب الحكايات بزاف بزاف بزاف. دركا نروحوا نكتشفوا هذه الحكاية الجميلة اللي وجدتها لكم اليوم. هي حكاية
حمار المزارع. يلا معي. أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية حمار المزارع. واحد النهار في واحد المزرعة كان عند واحد المزارع واحد الحمار، بس هذاك الحمار كبير في السن، كبير كان عنده منذ سنين وسنين. هذاك الحمار كان يمشي، كان هذاك المزارع كان يحفر في واحد البير، كان يحفر في واحد البير، هذاك الحمار ما شافوش طاح فيه وقعد ينهق من تحت، ينهق ينهق، شغل يقول له سلكني سلكني. بعد هذاك المزارع سمع هذاك النهيق، هذاك راح يجري هكذا يشوف واش كاين. سام الحمار، سام الحمار هذاك وقعد يخمم، يا ربي كيفاش ندير الكرمال والكورده هكذا زعما باش يحكم فيها، ما قدرش يحكم فيها، ما قدرش يطلعوا، ما قدرش. ومن بعد قال انا يا، قعد يخمم مع روحه، قال انا درك هذا الحمار هذا كبير في السن او قريب يموت، واش ندير انا؟ نردم هذا البير وما نزيدش نسمع به وخلاص نردم هذاك البير. جاب صحابه من القريه وكامل، قال لهم روحوا تعاونوني باش نردموا هذاك البير، يعني فرط في هذاك الحمار، قال خلاص انا ما نسحقوش كبر وخلاص. واش يدير؟ قاعد يرمي في التراب. شوفوا كل ما كان يرمي التراب واش يدير هذاك الحمار؟ يطلع فوق التراب هذاك اللي رماوه، من بعد كي يرميو تراب واحد اخر يزيد يطلع فوقه، هما يرميو في التراب هو يطلع، ما على بالهمش هما، حتى كي قرب يتغلق البير هكذا حتى شافوه خرج عليهم وتتخلعوا تخلعوا. هذاك الحمار شوفوا ملي كان رايح يموت راح يردموه في البير، استعمل هذوك التراب استعملوا باش يطلع وسلك حتى خرج لعندهم هكذا وراح يجري هكذا. عمو يزيد، الحكمة من هذه القصة هي استغل كل عقبة للتعلم واستخدمها للمضي قدما. برافو 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 برافو. أحبائي شفتوا هذه القصة تبين لك باللي كاين بالمرات يجوك عقبات ولكن لازم تستعملهم للمضي قدما باش تتقدم في حياتك. أحبائي عبركم بلي العقبات يعلمونا بزاف الدروس، لازم نستوعب الدروس من العقبات يا أخي. أحبائي يلا إذن أحبائي كما قلنا في الحكاية، ما تخليش العقبات تأثر عليك في حياتك، لازم تستعمل هذه العقبات للمضي قدما. أحبائي يا أخي الواحد يتعلم من الدروس. وش رأيكم في كل مرة نتعرفوا على مدينة من الجزائر الحبيبة؟ اليوم راح نتعرفوا على مدينة جميلة ساحلية، مدينة بومرداس، مع دنيا بنتي. تفضلي دنيا، تفضلي بنتي، تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. مدينة بومرداس كانت تسمى قديما بالصخرة السوداء، ثم أصبحت تسمى بومرداس نسبة إلى الوالي الصالح سيد علي بن أحمد البومرداسي. تقع في شمال المركزي للجزائر، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب ولاية البويرة، ومن الشرق ولاية تيزي وزو، أما غربا ولاية الجزائر العاصمة. تقدر مساحتها ب 1356 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 802,083 نسمة، وتضم 9 دوائر و32 بلدية. تشتهر بومرداس في مجال الإنتاج الفلاحي بفضل سهولها الخضراء وتنوع الأشجار كالزيتون والأشجار المثمرة والخضروات. توجد بها عدة معالم أثرية وتاريخية، نذكر منها زاوية سيد علي بن أحمد البومرداسي، ضريح سيدي إبراهيم، زاوية سيدي أحمد بالعباس، ومسجد زموري، بالإضافة إلى شواطئها الرائعة. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. إذن أحبائي تعرفنا على مدينة بومرداس الساحلية الجميلة 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 الجميلة، ودركا الحقنا الفقرة اضحك معنا. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي، أروحي أروحي، تعالي تعالي أروحي تعالي.
اقعدي. واسمك بنتي؟ أنفال. أنفال، وين تسكني أنفال؟ في مدينة الأربعاء. الأربعاء ولاية بليدة. نعم. الله يبارك، رفيقو كان اسمها بكري، مدينة جميلة جميلة جميلة، نحيوهم، مدينة فيها الزراعة فلاحية معروفة. شحال في عمرك بنتي؟ ثمانية. ثمانية؟ ثمانية سنوات. سنوات، الله يبارك، احكي لي النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد النهار واحد المرأة سرقت بطا أناناس. قال للقاضي، قالها بسقسى كما المرأة، قالها شحال فيها من الحبات تاع الأناناس من قطعة؟ قالت له بلي ستة. قالها تقضي ست أيام عندنا في الحبس. ومن بعد راح قال له أوفان سرقت معاها باكي طعام. علاش؟ باش تقعد تما ما تفوتش. برافو 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 برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي أروحي. أروحي. اقعدي الشطرة. واسمك بنتي؟ إيمان. إيمان، وين تسكني إيمان؟ في سيدي موسى. سيدي موسى الجميلة، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد المرأة راحت لموقف السيارات، قالت للطاكسي قالت له اديني للإيران. قالها كيفاش نديك للإيران أنا في الجزائر؟ قالت له مي بصح اديني للإيران. مبك قالها حبسي، نفهمت. قالها قولي كوكو. قالت له أو. قال بدا يضحك وقال لها بلي خلاص مشي معايا للإيران، عرفتك بلي مثل إنسان. الله يبارك الله يبارك. التلمسان يقولوا الآه ما يقولوش الكا. أحبائنا أصدقائنا من التلمسان اللي نحبهم بزاف بزاف بزاف. شكون اللي عنده نكتة تانية يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي أروحي أروحي بنتي. أقعدي الشابة. واسمك بنتي؟ دعاء. دعاء، وين تسكني دعاء؟ باب الواد. باب الواد، الله يبارك. حكي لي نكتة تاعك بنتي. واحد الولاد قالت له يما، قالت له كي تجي جارتنا قولها مايش هنا. بعد كي جات جارتهم قالت له وين يماك؟ قالت له وين يماك؟ قالها مايش هنا. بعد قالت له وقتاش تجي؟ قالها دخلي سقسيها. برافو دخلي سقسيها هي الداخل. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ تعال اروحي اروحي بنتي. تعالي 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 اروحي. اقعدي الشابة. اقعدي بنتي. واسمك الشابة؟ فريال. فريال، وين تسكني فريال؟ مدينة الأربعاء. أربعاء كذلك، الله يبارك، مدينة جميلة 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 جميلة. سلمي عليهم كاع كي تروحي. احكي لي النكتة تاعك بنتي. واحد الطفل قال لماما خويا لا تعيطي له عصفور. قالها قالت له بلي خوك الصغير نعيطوا له عصفور والأطفال كاع نعيطوا لهم عصافير. قالها خاطش رميتو متاقة ما حبش يطير. أربع خو صغير ما لازمش يرميه. مزية ما يسكنوش الفوق بزاف، بالك يسكنوا في الرجوسي. أحبائي الحقنا دركا لفقرة رسائلكم. في هذه الفقرة عمو يزيد راح يقرأ الرسائل تاعكم. ميميشا جيبي لنا رسائل أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com وجابهم لنا ساعي البريد جليلو. شكرا شكرا، تحية لميميشا، تحية. شكرا شكرا شكرا. إذن الرسالة الأولى، حمر الراس حنان وأخي محمد في عمرهم 14 سنة توأمان. حمر الراس حنان ومحمد 14 سنة في زوج، من مدينة خميس الخشنة ولاية بومرداس. يا سلام. قالكم أحبك يا عمو يزيد ونريد المشاركة في الحصة. إذن حنان ومحمد حمر الراس إن شاء الله نستضيفكم عن قريب أحبائي عن قريب. عطاوة بهاء الدين 6 سنوات، مدينة قلمة. يا سلام على مدينة قلمة الجميلة. قالكم أنا معجب بالحصة وأريد الالتقاء بعمو يزيد والأطفال. عطاوة بهاء الدين من قلمة، إن شاء الله وليدي كيما اليوم تجي تحضر معنا ونستضيفك هنا. دهيلس أسيل 5 سنوات، مدينة المسيلة. يا سلام. شكرا لكم وشكرا للأستاذ عمو يزيد، شكرا لحصتكم التي يتمتع بها أطفالنا ومليئة بالمرح والفرح. شكرا أسيل دهيلس بنتي من مسيلة، نحبكم احنا تاني بزاف ونعتز بهذا الرسائل الجميلة. سيتي بضياف زكريا
ثمان سنوات مدينة زلفانة ولاية غردايا الله يبارك. قالكم أتمنى أن أزور حصة عمو يزيد لأنها حصة ثقافية تربوية تثقف الطفل في المجال التربوي إن شاء الله. إذن بضياف زكريا سيتي من زلفانة ولاية غردايا إن شاء الله نستضيفك كل يوم ولدي وتجي تحضر معنا. الرسالة الموالية: محمد إياد قدوار 6 سنوات مدينة عين العسل ولاية الطارف الحدودية الجميلة. قال لكم أنا معجب بالحصة وأريد الالتقاء بعمو يزيد. إذن قدوار محمد إياد حتما سوف نستدعيك باش جيت تحضر معنا في التصوير يا صديقنا وصديق الحصة. أحبائي هذه الرسائل كلها جميلة وعمو يزيد يحتفظ بها، وانتم أحبائي إلا حبيتونا نقراو عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا في البرنامج، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات، وجليلو راح يجيب لنا رسائل وميميشان بعد تجيبهم لنا عبرة البريد باش نقراوهم لكم أحبائي. الحقنا دركا للجواب عن السؤال. اللغز قال: ما هو الشيء الذي له أسنان ولا يعض؟ تعالي بنتي أروحي الشابة دوري الأطفال. واسمك بنتي؟ نور هدى. نور الهدى، وين تسكني نور هدى؟ بلدية مفتاح ولاية بليدة. الله يبارك، الله يبارك بنتي، كيف فرحانة لك هنا؟ احنا تاني فرحانين بك. تقراي مليح بنتي؟ شحال جبتي معدل؟ جبت 15.91. 15.91، تصفيق عليها تصفيق عليها، 15.91 الله يبارك. واش هو الجواب؟ الجواب عن هذا السؤال هو المشط. المشط أحبائي، المشط له أسنان ولكنه لا يعد. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. شكرا 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 شكرا. إذا بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، هذه متواضعة عشان تستفدي بها إن شاء الله. إن شاء الله بنتي، تفضلي 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 تفضلي، صفقوا عليها. شاطرة بنتي، شاطرة شاطرة. أحبائي درك الحقنا لفقرة رسم اليوم. إذا بنتي بشرة جيبي لنا الرسم هذاك نشوفوه. بشرة دائما تفاجئنا برسومات جميلة 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 جميلة. حكمي الميكروفون. يلا. الحمامة تمثل السلم، والسلم لازم يكون عالمي، كامل الدول محتلة عندها الحق أنها تكون في سلام وتعيش في الأمن والاستقرار. برافو. بمناسبة اليوم العالمي للسلام 1 جانفي 1 يناير، بشرى داتكم هذا الرسم الجميل جميل. شكرا بنتي، شكرا شكرا، ربي يحفظك بنتي، الله يخليك. أحبائي دائما نكونوا سعداء باستقبالكم، سعداء بهذه المعلومات القيمة اللي نعطوها لكم، وإحنا كذلك نتعلم معكم بزاف حوايج. أحبائي في كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا هنا. اليوم عندنا عيد ميلاد ريتاج. تعالي بنتي تعالي، أروحي أروحي بنتي تعالي. تعالي ريتاج. إذا إحنا نغلو ريتاج عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاتو ديالها. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهر نمرح نغني نفرح،
ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو. اذا ريتاج بنتي عمو يزيد يشعل لك الشمعه، وانتم احبائي نعاود ونكرر ما تمسوش كامل النار احبائي، ما لازمش كامل 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 تمسوا النار، الكبار هما اللي يشعلوا لكم الشمع وهما اللي يمسوا النار، انتم صغار ما لازمش تتحرقوا، وحنا نحبوكم بزاف بزاف بزاف، ما نحبوكمش تتحرقوا احبائي. اذا ديروا معايا العد التنازلي لريتاج، اذا 7 6 5 4 ثلاثة زوج واحد، طفي السمعة، طفي طفي طفي. برافو أحبائي، برافو برافو ريتاج، عطيلي الشهادة تاعها. إذا مزيان ريتاج بنتي، عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم يا أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هكذا باسمه لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد باش يحتفظ بها كذكرى. أحبائي ريتاج بنتي، بما أنك رسلتينا باش تحتفلي بعيد ميلادك، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، هذه إن شاء الله تستفادي بها. كيف فرحانة؟ شحال كيف فرحانة؟ بزاف ولا شوية؟ قد البحر ولا قد السماء؟ قد البحر. قد البحر. برافو برافو برافو. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقاو على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت أحبائي، نحبوكم نحبوكم نحبوكم. سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا. سجلتهم على الموقع على الإلكتروني تاع عمو يزيد، كنا نشوفوا ليميسيون، سجلتهم جوست هكا، قلت بالك يجوزوا في مالمو طاونا هوسين كو تيليفون. عرفتنا اون دام قالت لك تجوزوا في ليميسيون تاع عمو يزيد، ولي زونفون كانوا فريمون فرحانين باسكو يحبوا يتبعوا ليميسيون تاعو كل شاك فوا باغ سومان. عطاو لهم دي ديبلوم تاع المشاركه ودي سي دي تانيك، عطاوهم دي سي دي فريمون يعطوهم الصحه. سي اون ميسيون تري ايدوكاتيف ديجا. انا فرحانه اليوم حضروا اليوم البرنامج، جبناهم مع الحس عمو يزيد. بون شو نقول لك، واش مفرحات بينا فرحات بينا. وبون لا نقول لك، نسكرينا في 2020 ما كانش بارك جا ذاك الوقت نسكرينا، والحمد لله على كل حال هاد السمانه اللي فاتت. الجزائر ولا اي وطن ما يقدرش يعيش بدون مجتمع مدني، ما يقدرش يعيش بدون جمعيات. علاش؟ لأن الجمعيات هما اللي على درايه بالاحتياجات خاصه تاع الاطفال، لذا حنا نتقربوا منهم، هما بمثابه همزه وصل كما دركا، هما اللي جابونا هاد الاطفال اللي يحبونا، هما يشوفوا الاطفال اللي يحتاجوا محتاجين رعايه، ولا هما اللي يديروا هذيك التنقيه تاع الاطفال ويجيبوهم. دوك بمثابه همزه وصل حنا نشكرهم لانه العمل تاعهم جبار وعمل تطوعي. انا الشيء اللي نحييه في الجمعيات الجزائريه، شفتهم في كل شتى المناسبات
عملهم تطوعي ويحبوا الخير ويحبوا الاطفال ويحبوا يديروا بزاف الاعمال. وجدت لهم لي تاني تراديسيونيل الحمد لله كما يقول لك ما هو كانوا فرحانين ويوجدوا في روحتهم وصافي بليزير وميرسي يعطيكم الصحه وحصه ما شاء الله هما كل ما تكون حصه تاع مميزه يديروا التلفزيون متابعينها ويحفظوا حتى الاغاني تاعو يعني الله يبارك ما شاء الله. وخاصة أنهم شباب شباب الشباب لما يتشبع بهذه القيم هذه راح يكون رجل الغد. إذا أنا من هذا المنبر نقول للشباب انخرطوا في الجمعيات روحوا ساعدوا مهم جدا. واليوم جابوا لنا جمعية العمل التضامني لمفتاح في حي الخضراء جابوا لنا هاد العرايس هادو هاد العروسات هادو لأني فرحان بزاف بزاف تلفت لهم اليوم وكنت وعدتهم بلي نستضيفهم في الحصة وربي وفقنا وراهم هنا وشرفونا بالحضور ربي يحفظهم إن شاء الله وماذا بيا يحضروا معنا في كل مرة فيها إفادة بيان سور لو جاب فات تيديروا ألغاز للطفل فوالا الطفل يخمم ديجا باه يحلو وكاينين سارتان كونكورونس دونك قبل ديجا ما يجو مادام كانوا يشوفوا لي زيميسيون كانوا يتبعوا يحوسوا زعما فورس زعما التثقيف ويوسعوا الذاكره ويوسعوا الثقافه العامه تاعهم. كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.